زوار وأوفياء قناة كلاش تيفي، سلام الله عليكم. محمد البوذالي يحييكم ويرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. بلا شك أن جميع المواطنين المغاربة شاهدوا واحد السيدة كانت الطفلات على الملك محمد السادس وقالت كلام مسيء في حقه من بعد ما وصلت للسبتة وقالت أقطعت الواد ونشفوا رجليا. هذه السيدة واللي صرحت بكلام قبيح في حق قائد البلاد الملك محمد السادس دون أي احترام، أتعرضت لأبشع أنواع القمع والتنكيل من طرف الإسبان واللي كانت كتصفق عليهم بحرارة وكتقول بأن هاد النصارى هم المسلمون أما المغرب فهما النصارى الحقيقيين، يعني كانت كتقصد الحكام ديال بلادها دون ما تعرف بأن حكام بلادها مهما بلغ بهم الأمر ما عمر كتكون عندهم القسوة اللي عند الأجنبي على المواطن المغربي. حكام بلادي ما كيظلموا حد، وكاين مثل مغربي معروف كيقول ما تديرش ما تخافش. هاد السيدة الآن رجعت للمغرب والمفاجأة كانت مثيرة، غادي نخليكم تعرفوها، ولكن من قبل نسمعوها اولا اشنو كانت قالت بالضبط حتى يكون الحكم عادلا. نلقاو البلاد ديالهم فيها الخير، هذا حتى واحد ما كان يدير هذا المنظر هذا اللي كيديروا كاع الناس. واش الدوله دايره لنا تحت الصباط؟ واش هذه هي الانسانيه؟ واش هذا هو الملك؟ واش هذا هو الشعب؟ لا يا شخاي، تلقينا هاد الدوله هذه فيها شي حاجه كرهنا فيها، ما نكذبش عليك، ان شاء الله يبقى على الملك واخنوش كلهم اللي عيبقى هنا وكل الشعب دياله كله عيمشي. وديك الساعة ما تقولش الشعب راه غلط والشعب سمح في يومشة. الناس ديال اوروبا، الناس اوروبا هادوك هما المسلمين، اما احنا نصارى اليهود هادوك هما الناس المسلمين، هادوك بلاد الاسلام، اما هنا عنصارى. اول شيء كي اللي غادي يقول لي هاد السيدة قالت شيئا من الحق، غادي نقول ليه فعلا قالت حق يراد به باطل. فاحنا ما كنشكوش في ان العديد من المواطنين المغاربه هم في امس الحاجه الى الدعم والمسانده من طرف الحكومه، وكنعرفوا بان الكثيرين كيقاصيو ويعانيو من شظف العيش، وخصوصا الناس ديال الشمال من بعد اغلاق معبر سبته وتقطع عليهم مصدر الرزق الوحيد ديالهم. هاد الناس انا كنطالب من هاد المنبر بالحكومه المغربيه باش تشوف لهم شي حل، ويا اما توفر لهم مناصب شغل يعيشوا بها بكرامه، واما ما تنساهمش من الدعم ديالها. نحن كاعلاميين من واجبنا الدفاع عن مصلحه المواطن، ولكن في نفس الوقت ما نبغيوش اي كان باش يطاول على المصالح العليا ديال الوطن ولا رموز البلاد واللي في مقدمتها الملك محمد السادس. كاين اللي غادي يقول لي اخنوش ما اخنوش، غادي نقول لي هاد السيده كان عليها تنتقد اخنوش بوحده، هو تقول فيه اللي بغات. حنا ما خدامينش عند اخنوش وما كنعرفوش، حنا الوحيد اللي كنعرفوه هو الملك قائد البلاد، هو اللي دائما معنا ودائما مع المواطن في السراء والضراء. اما اخنوش فكيبقى مجرد سياسي يقدر توصل ساعته واحد النهار ويلقى الباب اوسع من كشافه. انتقدوا جميع المسؤولين بدون استثناء واعطيوا اشبر ديال الاتساع للملك، راه ملي كتنوض القربله راه ما غادي تلقاو حتى واحد قدامكم من غير الملك محمد السادس وبعض الناس تقاس القلائل. ولكن ما علينا، نقولوا بان اللسان ما فيه عظم، خصوصا وان هذه السيده بمجرد ما رجعت الارض الوطن من بعد ما طردوها الاسبان ونكلوا بها وتعدوا عليها بشهادتها ما لقات امامها الا الوطن ديالها واللي هو وطن رحيم وغفور، ولقات راسها مضطره من بعد الضغط الشعبي في مواقع التواصل الاجتماعي، لقات راسها مضطره باش تقدم اعتذار للملك محمد السادس. نسمعوها الان اش قالت بالضبط من بعد ما عادت من سبته مطروده. في شهر 5 سمع شفت في مواقع التواصل ان واحد الخبر كيروج انه كاين فاتحين سته، ورغم الظروف اللي كنعيشها ومتع في العائله وعندي واحد المسؤوليه صعيبه، قلت علاش لا انا نمشي ونجرب حظي. مشيت لسته، اذا بيا كنلقى واحد المنظر قبيح بزاف، البوليس الاسباني كيهاجم المغاربه، تكرفس عليهم واحد تكرفس كبير، بقاو كيرميو علينا
هذيك البولات واحد بينيسات وكيديروا هذاك مسيل الدموع. المهم المحاوله كانت فاشله ولقينا واحد سكارفيس من عند اسبانيول، وانا راجع بحالي للفنادق كنشوف واحد الموقع التواصل، مشيت نلقي الكلمه في واحد الحاله اللي هي كانت بحال انهيار عصبي. المهم كنت في واحد الحاله هستيريه لان كنا طامحين بواحد هذا، فلقيت الكلمه في واحد الظرف اللي هو صعيب، كنت في واحد الحاله هستيريه وقلت واحد الكلمه كتمس المغرب وكتمس جلاله الملك وكتمس جميعنا اللي الرؤساء وكل شيء. واذا به ملي جيت لقيت الكلمه ديالي وليت رجعت لمدينه الكاسل الكبير، اذا به كنرجع ديك الكلمات اللي قلت، لقيت راسي قلت شي كلمات ما كانش خصني نقولهم، اصلا ما خصنيش نقولهم حيت الملك على راسنا وحامينا وهو السند الوحيد اللي عندنا في الدنيا، الله يخليه لنا ويطول له في عمره وجميع الرؤساء. انا كنأكد السلامه ديالي وكنحضر مع مليون د المغاربه حيت سيدنا على عيننا وراسنا ما مسنا حتى شي حاجه الحمد لله، بالعكس لاقينا احنا. كانت عندي واحد الفكره غلطه، قلت واحد التصريح بان هذوك هما بلاد النصارى، هما المسلمين وحنا بلاد النصارى، كانت عندي هذه الفكره غلطه لان النصارى كيبقاو نصارى وحنا الحمد لله مسلمين. الله يطولنا في عمر سيدنا والله يوقف معاه، وشكرا، وكنتمنى تسمح لنا على هذا الشيء هذا، وشكرا. أنا شخصيا بأنني متأكد وقناعتي قوية بأن الملك محمد السادس ما غاديش يكون قاسي عليك كيف كانوا الإسبان. الملك محمد السادس قلبه كبير وكيتعامل بالكثير من الرحمة مع المواطنين ديالو. والله كون كنتي في دولة من دول الموز كون مشيتي في شواري مقطع وكون غبروك إلى ما وراء الشمس. ولكن الحسن الثاني رحمه الله خلى واحد المقولة تاريخية ومأثورة، وهي إن الوطن غفور رحيم. واش نتوما يا عباد الله ما كاين غير جيبيه فم وقول؟ لنفترض مثلا انك يكون ما رجعتيش لارض الوطن وتمكنتي من الهجره الى اوروبا ودرتي الاوراق ديالك، اشنو كنتي غادي تقولي؟ بحال كنتي كيكونوا دائما سهل باش يطيحوا في يد العدو واللي كيخدم بها التصريحات وكيضرب بها المصالح العليا للوطن وكيحارب المغرب هو القائد الاعلى ديالو الملك محمد السادس بحال هاد التصريحات اللي كتهضر على ناس ما كيعرفوا والو. ولكن شنو هي العبره وشنو هي الرساله من هذا الدرس؟ كنتمنى هذا الميساج يكون وصل لجميع المواطنين المغاربه واللي كنعرف بان 99% فيهم هم مواطنون احرار شرفاء عندهم غيره صادقه وايمان قوي باهميه الوطن. كنتمنى الرساله توصل لهاد الناس ويعرفوا بان بلادك كتبقى هي بلادك، وبان الاجنبي ما عمرو يكون نهائيا عنده قلب رحيم عليك. قطران بلادي ولا عسل بلادات الناس، هادشي اللي قالوا جدودنا المغاربه الاولى والحكماء ديال العالم. قالوا ايضا بانك لا يجب ان تتحالف مع العدو الخارجي ضد وطنك حتى ولو كان هذا الوطن مجرد رصيف تنام عليه ليلا. اما قضيه ابراهيم بن بطوش والازمه مع مدريد فما زال كثير الكثير من الجدل. وزير الدفاع الاسباني الاسبق قال بان المغرب شريك اساسي في المجال الامني واستفزازه محاوله انتحاريه، وهذا التصريح كيجي في خضم الازمه المغربيه الاسبانيه. هذا السيد كان هو رئيس المخابرات ديالهم وزير الدفاع واللي اسمه خوسي بونو، والذي خرج بتصريح عقلاني وغاية في الأهمية، وذلك بعدما صرح بأن المغرب بلد مهم وشريك أساسي في المجال الأمني لإسبانيا ولا يمكن الاستغناء عنه أبدا. جاء هذا في تصريح صحفي للمسؤول الوزاري السابق عن قطاع الجيش الإسباني والمخابرات، والذي أكد خلال استضافته من طرف قناة لا سيكسا وذلك في برنامج ليار لا باردو. وما أثار إعجاب المغاربة هو أن تصريحه كان محايدا ومعقولا ويتضمن الحقيقة الهامة التي يجب على الشعب الإسباني سماعها بعدما تورط قادة الحكومة الحالية في تغليب حسابات ضيقة على حساب مصالح الشعب الإسباني والمرتبطة بتوطيد العلاقة مع المغرب. وقد أعلن خوسي بونو أنه خلال فترة ولايته لاحظ أهمية التعاون الأمني مع المغرب، مؤكدا أنه بفضل المملكة المغربية تمكنت إسبانيا من إلقاء القبض على العديد من الإرهابيين
وبالتالي تمكنت من تفادي الحملات أو الهجمات الإرهابية القاتلة على أراضيها. وأوضح المسؤول السابق أن الأزمة الحالية مع الرباط تفسر عدم اعتراف الحكومة الحالية لإسبانيا بهذه الحقائق التاريخية المهمة، معتبرا أن إصرار المسؤولين الإسبان على معاكسة مصالح المغرب وافتعال المشاكل معه هي محاولة انتحارية بكل المقاييس. كان معكم محمد البوداري في قناة كلاش تيفي. هذه الحلقة أرجو مشاركتها وعلى نطاق واسع حتى تعم الفائدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.